صباح الشوكولاتات والبسكويتات والكريم شانتيهات وصباح كل حاجة حلوة. النهاردة هنعمل حلى جديد، أتحداكو إذا كنتوا عملتوه قبل كده. النهاردة هنعمل حلى الكريم كراميل. كريم كراميل جاهز عادي، بس إحنا هنحط عليه تكتنا وحركتنا وإتاني ومش عارفة أقول لكم إتاني. المقادير بتاعته: كوباية ونص مية، كوباية لبن بودرة، معلقة سكر، معلقة دريم ويب اللي هو كريم شانتيه، علبة قشطة، معلقة لون صغننة جدا جدا، معلقتين كريمة سايلة. أي نوع كريمة سايلة، ما عندكيش كريمة سايلة حطي مكعبين كيري، يعني كله مش هيقول لأ. هنضربهم في الخلاط وهنشوف هنعمل إيه. هنحط كل الحاجة عندنا دي، هنحطها في الخلاط هنا. هنحط كوبايتين المية، كوباية ونص مية. دي الحاجات اللي في الأول، لسه في حاجات تانية هنحط عليهم. العلبة كوباية اللبن البودرة هنحطها، هنحط عليها معلقة الكريم شانتيه أو الدريم ويب أهي هنحطها، هنحط عليها معلقة السكر أهي، وهنحط كمان المعلقة الصغننة دي خالص 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 ممسوحة أهي، هنحط عليها لون، وهنحط علبة القشطة، اوعوا تنسوا القشطه والكريمه والمعلقتين الجبنه. حبايبي الحلوين المكلبزين او اللي هيكلبزوا بسبب اكلي الكله دسامه، حطينا كل المكونات على البوتاجاز، على السوري، على الخلاط زي ما انتم شايفين، وهنشغل الخلاط. ده لونها يا اولاد بعد ما طلعت، بعد ما ضربناها في الخلاط. المفروض على فكره ما تحطش عليها لون اكل، تحط عليها زعفران. انا ما عنديش زعفران فحطيت لون الاكل الاحمر، هي المفروض بلونها اصفر، بس طبعا احنا مش هنختلف، لا انتوا عارفين هي بتعمل ازاي ولا انا عارفه اقول لكم هي بتعمل ازاي، فاللون مش هيختلف معانا في كل الاحوال. ده يا حمر اهي، ده صفر قصدي اورنج، فانتوا هي بلونها اصفر عن كده، بس انا قلت اوريكم مش هنختلف. يلا خليكم معايا على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، احنا حطينا حل على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، هننزل عليها بالخليط بتاعنا اهو، الخليط اللي احنا عملناه دلوقتي هننزل عليها كده. الحلة طبعا متولع عليها عادي، مفيش اي مشكلة، ماشي. هتحطيها شوية دقيقة كده ولا حاجة اقل، يعني انت حطيها بس وكل سنة وانت طيبة. استني، بسم الله. هتجيبي 3 باكوات دريم ويب، سوري، كريم كراميل. 3 باكوات كريم كراميل، يعني 3 علب كريم كراميل، هتحطيهم على الخلطة دي اللي انت عملتيها، هتحطيهم على الخلطة اللي انت عملتيها كده. لحظة واحدة اهو، بسم الله. المفروض هي بتحط طبعا عليها لبن وكده، بس الطريقة دي جديدة وهتعجبكم جدا جدا، وانا ماليش في الحلى لكن انا بحب ابتكر. يلا بسم الله. خلاص هنحط دول، وهنحط معاهم كمان كوباية مية اهي، كوبايه الميه هنحطها على الخليط ده، هنقلبه وهستنى عليه لما يغلي وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا بنات، احنا قلبناه اهو زي ما انتم شايفين، اما يسخن هنحطه في البولات بتاعتنا او الكاسات الصغيره بتاعتنا او اي حاجه، وانا هحرق السكر دلوقتي. اذا السكر اتحرق وظبط هنزله، ما ظبطش معايا هحط السكر بتاعه اللي انت بتحطيه دايما، يعني السكر اللي بيجي مع العلبه، بس السكر اللي انت بتعمليه بيطلع احلى 100 مره، بس انا بصراحه ما بحبش اسيح السكر لانه ما بيظبطش معايا، بس انا هجرب وهوريه، اذا ظبط ظبط، ما ظبطش يبقى انتوا زي ما عارفين هتعملوا ايه. بص يا بنات، احنا هنحاول نحرق السكر دلوقتي بتاع الايه. السكر ده ما بتحطش عليه معلقه، ما تدخليش معلقه فيه خالص، ما تحطيش معلقه، هو هيدوب منه لنفسه. بصوا النار اهي، انا موطيه النار على الاخر اهي، سيبيه يتحرق لما يطلع عينه، لما كل ده يسيح هو هيسيح غصب عنه. ده السكر اللي هحطه على الكريم كراميل، بس استني عليه شويه لما يسيح اقول لك هنعمل ايه. بعد ما يسيح خالص ممكن نقلبه بالمعلقه، بس طول ما هو لسه في سكر ما ينفعش ان احنا نلعب فيه. بصوا انا ما سيحتش، ما عملتش اي حاجه ثانيه، خلاص انا ما حطيتش اي حاجه غير كوبايه السكر، ساحت زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده ده يعتبر جاهز، السكر اللي هنحل بيه هنقفل عليه. خلاص ده اللي هنحطه تحت الكريم كراميل او حلى الكراميل اللي احنا عملناه. بصوا يا بنات، خلاص هي اكتر من كده انا مش عايزه، خلاص هي غليت وخلاص وعملت وش وعملت لون وعملت كل حاجه.
هناخدها دلوقتي ونحطها في البولات بتاعتنا او الاطباق بتاعتنا او واتيفر هيكون ايه. يلا تعالوا هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا بنات زي ما انتم شايفين البولات حطينا فيها السكر وحطينا فيها يعني اللي احنا السكر اللي احنا عملناه. دلوقتي هنحط فيها الخلطه اللي احنا عملناها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو. اوكي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دي بتطلع زي بتاعه الاوتيلات بالظبط. اللي ينقصها طبعا انا همسح اللي انا عملته ده همسحه. اللي ينقصها ان يبقى عندك راسبيري، يبقى عندك بلو بيري، عندك اي حاجه اللي هي من يعني الفواكه اللي بتبقى زي موجوده في الاوتيلات. انا ما عنديش بصراحه لان انا ما بنزلش فما جبتش اي حاجه. ماشي. تطلع الحاله دي طعمها اروع ما يكون. اهي همسح كل ده وهوريه لكم. وقفيه. بصوا يا بنات انا جبت طاجن وحطيت فيه بقيه الصوص اللي انا عملته او السكر اللي حرقته، وحطيت كمان السكر اللي بيجي مع ظروف الدريم ويل. ماشي. وهنكمل ده بس عشان انا مش ناقصه هولك. ودي انا هحط كده على طول. هي فضل حبه وانا عايزه اعملهم يعني ايه سيلي معلقه اعملهم باي شكل يعني مش ما عنديش اطباق ثانيه احط فيها. انا قلت احط ده مش مكمل بس هيتاكل يعني مش هقول لا. تجديد يعني انت فيكي تحطي كده وفيكي تحطي كده فيكي تعملي. الميزه بقى في الكريم كراميل ده ان اصلا يعني قبل ما تحطيه في الثلاجه هو بيبقى متجمد. يعني مش لاحقه تحطيه في الثلاجه بيبقى متجمد. فاهمه عليا؟ هو طبعا لسه ما اتجمدش ولا حاجه لكن انا من شوفي انا ان هو خلاص كده اهو. انا لسه هظبطه واروقه واقول لكم هيبقى عامل ازاي. يلا بصوا الشكل النهائي اهو. ادي الكريم كراميل لسه هنحطه في الثلاجه وهنقلبه. السكر هيكون فوق هيسيح عليه ان شاء الله اذا ساح يعني اذا ربنا ما كسبنيش وساح السكر. وده الحاله بتاع اليوم. يلا ان شاء الله استنوني في الطبخات الجايه.